قيثارتهم قلوبهم وحناجرهم كلها أوتار وأصواتهم أعذب من الربوات. هم محفل الملائكة، أناشيدهم تسبيح وتسبيحهم صلاة. هذه هي قيثارة أو جوقة القيثارة. نور، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد أحيت الجوقة ريسيتال بعنوان يا جاي نورت بلادي بدير التجلي. لنحكي أكثر عن الريسيتال وعن الجوقة أكيد بصرنا نرحب بالأستاذ الياس زياد. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، حضرتك قائد الجوقة وأيضا السيدة ربا المعري من مؤسسي الجوقة. أهلا وسهلا فيكم وميلاد مجيد. ميلاد مجيد ويسعد صباحكم. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين أكثر عن الجوقة. نحن الجوقة لها من 2007 موجودة. بلشنا ببداية 15 طفل وطفلة، واليوم وصل عددنا ل 75 طفل وطفلة. وقفنا بوقت معين لصعوبة المواصلات بالأزمة مشان الأساتذة المواصلات الطريق، ونحن هلا رجعنا تابعنا مع أستاذ الياس زياد. نعم استاذ الياس، خلينا ننتقل بالحديث مع حضرتك عن تكنيك الغناء يلي بتنقله يمكن للاطفال، لاطفال الجوقة، او عن التدريبات يلي بتخضعوا لها. يمكن اكيد هن معنهم اكاديميين، هن اطفال عندهم مواهب، ولكن يمكن حضرتك بالتعاون ايضا مع يمكن عدد من الاساتذه بتنموا لهم هي الموهبه. خلينا نحكي اكثر. تماما. هلا الكورال اهم شيء بندربهم على التنفس، كيف يتنفسوا مزبوط، كيف يسمعوا التون، كيف يغنوا، كيف يصدروا الصوت، كيف يلفظوا الاحرف. كل هاي عوامل مهمه كثير لمغني الكورال لحتى يقدر يغني كورال. هلا الاطفال انا استلمتهم تقريبا من بدايه الصيفيه الماضيه. الانتاج عندهم مواهب كثير حلوه، حابين يغنوا، بيحبوا يغنوا كثير، بدهم كان تمرين منيح يعني، بس احرزوا تطور كثير كويس بهي الفتره القصيره. قديش مهم يمكن رعايه هدول الاطفال وتعليمهم الموسيقى؟ يعني في كثير من المواهب يمكن نتفاجئ فيها من خلال التدريب، قديش بتشتغلوا على هي التفاصيل فينا نقول؟ اكيد. هلا بدون دعم ما بيمشي الحال، ومتابعه يعني اهم شيء. بدها كثير دعم ومتابعه، بدها اساتذه مختصين يكونوا مشرفين على هي على هالاطفال. كلهم باختصاصه، يعني انا مثلا بستلمهم بالكورال، في المدام ربا كمان بتساعدني بالكورال، وبنفس الوقت بتعلمهم على العزف على الفلوت. في اساتذه ثانيين بيعلمون العزف على غير الات، في اساتذه بيعلمون على السولفيج. كله هذا تقريبا فيك تعتبريها مثل ورشه عمل، مثل معهد لتعليم الموسيقى، هن عم بيكونوا جزء منه. ونتيجه هالجهود كلياتها هي بيطلع الناتج الاهتمام بالمواهب. نحن هلا عم نشتغل على الاطفال يلي هم من ضمن جوقه القيثاره، رح يطلعوا ان شاء الله السنه الجايه ويعزفوا مع الجوقه، يعني يكون عندنا كادر العزف والغناء كامل. كلهم كامل. ست ربا، هن اولادك، بتعيطي لهم لكل الاطفال اولادي. خلينا نحكي عن طريقه تعاملك معهم، خلينا نحكي يمكن كيف لكل عيد له خصوصيه، للميلاد له اغاني وخصوصيه، ومو بس بلغه وحده، كمان بكثير لغات بيرتلوا او بيعملوا ريسيتالات. خلينا نحكي كمان عن هي التحضيرات وهيك، كيف تعمليهم للاطفال؟ بحبهم. ما بتعيطي عليهم؟ لا ما بيحلى الامر. اوقات شوي، بس هن حابين، لانه حابين فهن عم يعطونا نتيجه كثير حلوه. ونحن ما في لاي طائفه بس محددين، يعني عم نعطي لكل اللغات لكل الطوائف. كان داخل معنا باخر ريسيتال سرياني، نحن بنشكر دايرته فلكسينا لمشاركتها معنا ولدعمها للغه السريانيه. فينا نسمع منك شيء استاذ الياس؟ شو بتحب تسمعنا؟ يوم الميلاد يعني شيء خاص للميلاد. استعمل هذا ولا هذا؟ لا فيك رح اقول تروبارية الميلاد. ميلادك ايها المسيح الهنا،
قد أطلع نور المعرفة للعالم لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل وأن يعرفوا أنك من مشارق العلو أتيت يا رب المجد لك. أكيد بدنا نتمنى ميلاد مجيد لجميع السوريين ولجميع مشاهدينا. أكيد سيد روباك بالريسيتال كمان كان لك والأستاذ الياس كان لكم مشاركة صحيح؟ خلونا نحكي هيك قديش بتعطيهم دافع للأولاد وخلينا كمان إذا فينا هيك نسمع شيء من حضرتك من المشاركة. بس قبل أنا بدي أشكر المسؤولة عن الكورال أكيد كلنا بدنا نتشكر الأنسة إلهام لمعادي لأنه هي الدعم كله منا عم بيكون لوقفتنا نحن مع الأولاد لدعم للأساتذة تأمين أي شيء ودعم للأطفال كانت هي بالدرجة الأولى. نعم خلينا نسمع شيء من اللي قدمتوه بالريسيتال إذا بتحبي. يا يسوع بالميلاد خلي المحبة تعم البلاد خلي الأمان عالبردان يرجع يرجع بالميلاد خلي التلج يبيض القلوب كل نجمة تشع وكل خط يطوب مثل المجوس نمشي عدروب نفهم شو معنى الميلاد. يسلم هالثم يا روبا. خلينا نحكي عن التمرينات اللي بتعطيها للطلاب، كيف بتلعبوا على التمارين، كيف فعلا يمكن تعطون سولفيج بشكل مستمر للاطفال؟ تفضل الياس وروبا. هلا بكل اجتماع عمليا او بكل تمرين بنعمله بيكون في اول شيء تمارين للتحمايه للتنفس، اول شيء بياخذوا تمارين تنفس، بعدين بياخذوا تمارين لتحميه الصوت، لطريقه اللفظ، لاخراج الصوت، هي بنسميها تكنيك غناء. يمكن الاولاد كمان بدهم تمارين اكثر من الكبار، بيحتاجوا لاكثر لانه هن ما كثير بيعرفوا يستعملوا الصوت تبعهم، وصوتهم بعده ما انه ناضج وناضج تماما. فمشان هيك بناخذ وقت كبير احيانا بالتمرين. وبعد ما نخلص هدول التمارين بنبلش بقى من نحفظ الترنيمه او الغنيه اللي بدنا نغنيها. بساعدهم انا شوي بعزف معهم على الاورج او بغني لهم اياها وبيغنوها وراي وهيك. الاعمار قديش تقريبا بتتراوح بالجو؟ خلينا مشكلين يعني عمليا عندك من عمر اصغر من صف الاول 4 سنين يعني حلو. من ال4 سنين عمليا عندنا للعاشر تقريبا لصف العاشر. نعم سيد روبا خلينا نحكي يمكن هي السنه مو اول سنه بتعملوا ريسيتالات، خلينا نحكي ايضا عن الريسيتالات يلي صارت بالسنين الماضيه، يعني برغم كل الظروف كمان احييتوا ريسيتالات حتى كمان خلي مثل ما ذكرتي من شوي انه ما كان في كثير تدريبات ولكن يمكن الاراده وحب الجوقه والقلب الواحد جمعكم لانه دائما تستمروا حتى بعدد قليل صح؟ مضبوط الاصرار والإرادة والله موجود معنا قدرنا نرجع نكمل من أول وجديد. عملنا ريسيتالات ماضية كمان كانت ناجحة وحلوة وهي السنة كان لها طابع خاص بوجود أساتذة أكاديميين موجودين معنا دائما صاروا خلص متوفرين لنا على طول وأنه ضفنا لها اللغات فكانت لها نكهة ثانية. بس يمكن اللغات بيتعذبوا فيها الاولاد شوي بما انه عم نحكي عن اعمار صغيره، يعني لما نقول 3-4 سنين للعمر لل11 او لل10 مثل ما قلتوا الصغار بيعذبوا شوي بهي التفاصيل. تمام عم بيصير تكثيف للاولاد الصغار اكثر لحتى يتقنوا اللغه اكثر. نعم إن الصغار كثير احيانا يعني ما بيحفظوا كل الشغلات او احيانا بتتفاجئ ممكن تلاقي كمان بيلقطوا بسرعه بيبلشوا لياخذوا الجو يعني فمهم انهم يحضروا ويتمرنوا
بس لحتى يفوتوا بجو الكورال، كيف هو الكورال بيكون، كيف بيغنوا الأولاد، وشوي شوي بس يكبروا كل ما قالوا هذا بيترسخ بالذاكرة عندهم، للمستقبل بصير احسن، يعني بصيروا اشطر من اللي بلشوا كبار. موفقين. نحن اكيد بنشوف حالنا فيكم وبنشوف حالنا باطفال عندهم مواهب عم يتبنون اساتذه مثل حضرتكم. ست ربا، بتحبي توجهي معايده وكلمه اخيره وايضا حضرتك اذا بتحبوا تفضلوا. اكيد منعايد قائد الوطن وجيشنا ومنعايد اطفالنا يلي هن الفضل لهم الكبير بنجاح الكورال واستمراريته. شكرا. شكرا استاذ الياس. انا بدي اعايد كل الشعب السوري وبدي اتشكر الجيش السوري لانه هو لولا ما كنا حسينا بالامان لنقدر نعمل هيك نشاط. ولا كانوا الاولاد قدروا يجوا لعنا لحتى يجتمعوا معنا. صحيح. اكيد تحيتنا لكل رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، بدنا نقول لهم ميلاد مجيد. ربا والياس من جوقة القيثارة بنتشكركم على وجودكم معنا. نحن رايحين انا ونور كمان نحضر الريسيتال. اكيد. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.